يوصل برنامج تنمية الكوادر التقنية تلقي طلبات التسجيل من قبل الخريجين والباحثين عن عمل من اصحاب التخصصات التقنية للاشتراك في البرنامج. فترة التسجيل تستمر لغاية يوم الاحد الثامن من يناير الجاري، حيث يعمل البرنامج على تقديم التدريب المكثف بمختلف ادارات الهيئة التقنية مع منح راتب شهري لجميع المتدربين. هذا وسيسهم البرنامج في تنمية الخبرات والمهارات الاحترافية والتدريبية لدى الشباب البحريني في المجال التقني. بما يؤهلهم لتولي المناصب القياديه التقنيه بعد التخرج